مدير خزنة المنظومة السياسية في لبنان أمام استحقاق قضائي دولي جديد قد لا ينجو منه بالسهولة نفسها التي نعم بها في بيروت بعد تركه المنصب. التطورات في ملف مقاضاة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي أوروبياً بتهم الفساد وتبييض الأموال متسارعة، والتحقيق في ألمانيا اقترب من نهايته، وبات القضاء مستعداً لإشراك لبنان فيه، وهو ما أبلغه وفد ألماني للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، ناقلاً إليه استعداد القضاء الألماني للتعاون في أي دعوة على سليمي أو مقربين منه. ولدى سليمي رواية أخرى مختلفة تماماً، وتقول أوساط مقربة منه إنه رفع دعوى على المدعية العامة في ألمانيا لأنها خالفت القانون الألماني عندما ادعت عليه من دون استماع، وباتت مضطرة كي لا تخضع للتحقيق في الدعوى المقامة من سليمي عليها أن تبعث بمراسلات للبنان لتبرير مخالفتها للقانون الألماني وتهربها من الدعوى، وأن همها الوحيد المماطلة وشراء الوقت.